بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب المضطرين، سندخل في الموضوع مقدمة بسيطة جدا لأن طبيعة وزارة الطيران المدني قد تكون غير واضحة لبعض الأعضاء أو بعض الزملاء، وإن شاء الله هنخش في الموضوع بعد مقدمة سريعة. حضراتكم، مطار القاهرة الجوي هو أحد منافذ الدولية لجمهورية مصر العربية، وتباشر ما يقرب من 8 وزارات وجهات سيادية مهامها كلهم في نطاقه للسيطرة على العمل من خلال القوانين والضوابط الخاصة بكل منها. ومن ضمن هذه الوزارات والجهات السيادية 8 هي وزارة الطيران المدني، وتختص وزارة الطيران المدني بتنظيم تحركات الطائرات في الإقلاع والهبوط لكل مطار. حضرتك في جزء كبير جدا من تفاهم الطبيعة، دي لا تقل عن 2 دقيقة تفاهم طبيعة، وحندخل فورا في تفاصيل الرحلة، بس هنقول المهام لأن المطار حضرتك فيه أو أي منفذ عالمي فيه 8 جهات سيادية. طيب، هو قدامنا حضرتك بالظبط 5 سيادتك 5 دقائق سيادة الرئيس 5 دقائق اخلص البيان الحديث بنظام. لا تحب النظام. اختصاص وزارة الطيران المدني تحركات الطائرات في الإقلاع والهبوط، فضل الوزير، وكذلك الطائرات العابرة للأجواء المصرية وتأمين سلامة الطيران من خلال المساعدات الملاحية والرادارية، كما يحق لوزارة الطيران المدني التفتيش على الطائرات من حيث رخصة الطيران والصلاحية والوثائق الموجودة على الطائرة، وكذلك التفتيش على الطيارين والأطقم الطائرة من حيث التراخيص واللياقة الطبية وطبقا لتعليمات المنظمة العالمية للطيران المدني، وكذلك منح تصاريح الهبوط والإقلاع والعبور لكافة الطائرات عدا الآتي: الطائرات العسكرية سواء المصرية أو الأجنبية، الطائرات الحكومية وذات الطبيعة الخاصة مثل طائرات القوة المتعددة الجنسيات وطائرات الرؤساء والملوك والشخصيات الهامة الحكومية، وتختص جهات سيادية أخرى. يبقى وضحنا حضرتك ايه اللي بيخص وزارة الطيران المدني، وتختص جهات سيادية اخرى بكل ما يتعلق بالراكب والتأكيد من عن عدم وجود ما يمنعه من السفر من احكام قضائية او طلب مثول للقضاء او التجنيد او خلافه، وتختص جهات سيادية اخرى بكل ما يتعلق بالمشحونات والطرود بالنسبة للشحن الجوي وعدم وجود ما يمنع من خروج هذه الشحنات مثل الآثار والشعب المرجانية والأدوية وخلافه. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى موضوع هبوط الطائرة الدي تراس تي سي 3 يوم 29 فبراير 2012 المملوكة لوزارة الخارجية الأمريكية، ونود أن نؤكد على الآتي: أولا، أن الطائرة مدنية وليست عسكرية. ثانيا، أن الطائرة لها تصريح دخول المجال الجوي المصري والهبوط على أنها طائرة تابعة للحكومة الأمريكية كما جاء بخطة الطيران المتقدمة والتي يتم توزيعها على 14 جهة منها برج المراقبة في القاهرة والخدمات الأرضية ومركز المعلومات وتحصيل الرسوم، وليس منها سلطة الطيران المدني حيث أنها طائرة حكومية ولا تمنح التصريح من وزارة الطيران المدني. الطائرة منذ دخولها المجال الجوي المصري وهي على اتصال مستمر ببرج المراقبة لتقديم خدمات المراقبة الجوية اللازمة لتأمين أمن وسلامة الطيران، وحتى الهبوط في مطار القاهرة الدولي الساعة 14:18 الساعة 2:30 بعد الظهر يوم 29. أفادت الشركة المصرية التي تقوم بتقديم الخدمات الأرضية لكل شركة خادمة من الخارج لها شركة تقدم لها خدمات أرضية مصرية، أفادت أن هذه الطائرة ستقوم بنقل أفراد إلى لارناكا وليسوا حكوميين أو رسميين،
وطلبت استصدار تصريح نقل جوي للطائرة من سلطة الطيران المدني، وهذا هو أول مطلب لوزارة الطيران المدني، على أن المهمة ليست رسمية. وهنا فقط قامت وزارة الطيران المدني بالإجراءات الآتية: أولا إرسال عدد 2 مفتش لسلطة الطيران المدني، أحدهما من النقل الجوي والآخر من صلاحية الطائرات. ثانيا تفتيش الطائرة من الداخل والخارج، ووجد بها عدد 2 طيار و2 مضيف بجنسية أمريكية، وكانت نتيجة الطائرة الآتي: الطائرة ليس بها أي حمولات أو أفراد وتابعة لوزارة الخارجية الأمريكية كما هو مدون على جسم الطائرة من الخارج. الطائرة سعت 32 مقعد ركاب. تم استجواب الطيار عن سبب حضور ومهمته، وأفاد بأنه جاء لنقل مجموعة لا يعلم عددها أو جنسيتها. لم يتم السماح لطاخم الطائرة 4 فرد بمغادرة الطائرة، حيث أن ليس لدينا أي معلومات عن جنسيته، ومكث الطيارين على الطائرة طوال الليل ولم يغادروا الطائرة ولم يسمح لهم بدخول جمهورية مصر العربية، نظرا لمخالفة بيانات خطة الطيران المقدمة، حيث أنها مذكور بها مهمة حكومية، وهذا يخالف عمل الواقع وهو نقل أفراد. وهنا طبق القانون رقم 136 لسنة 2010 المادة 676 منه، والتي تقضي بالغرامة من 1000 جنيه إلى 50000 جنيه، وقد تم توقيع أقصى عقوبة على الطائرة في سلطتي في يوم واحد اليوم التالي، يوم 1 مارس 2012، قامت الشركة المصرية مقدمة الخدمة بدفع الغرامة المالية. تقدمت الشركة مقدمة الخدمة بخطة طيران من القاهرة إلى لارناكا مستوفية كاملة الشروط المطلوبة طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للطيران المدني. وبالنسبة لركاب الطائرة، فالركاب الطائرة يتم التعامل معهم وركوبهم الطائرة من خلال الجهات الأمنية المختصة كما ذكرت في المقدمة، حيث أنها الجهات الأمنية التي تقول أنهم ليسوا موجودين على قوائم المنع من السفر طبقا لأحكام قانون الطيران المدني والمنظمة العالمية للطيران المدني الإيكاو. فإنه لا يحق لسلطة الطيران المدني الآتي: عدم التصريح بإخلاع أي طائرة مستوفية للشروط والضوابط المحددة، منع أي راكب من السفر غير مدرك على قوائم الممنوعين من السفر، منع شحن أي بضائع غير محظور حملها بناء على موقف الجهات المختصة. أو بمعنى آخر، لو قام هؤلاء الركاب 15 باستخدام أي شركات خطوط طيران أخرى زي KLM Air France أي شركة خطوط، لما استطاع أحد أن يعترضهم. يعني لو لم يستخدموا هذه أنا عايز أفصل الطيارة عنهم عشان نوضح الأمور بصراحة. إذا كانوا هذه الناس بعد ما خرجوا من نقطة أنهم غير رفع من الحظر وخدوا تذكرة الطيارة وركبوا أي طيارة، لا يستطيع وزير الطيران المدني منع أي حد لأنه ليست السلطة المختصة. أو بمعنى آخر، لو كانت هذه الطائرة طلبت المغادرة وليس بها 15 شخص، هل كانت تستطيع وزارة الطيران المدني منعها من الطيران؟ الخلاصة: استحالة دخول أي طائرة مدنية للمجال الجوي المصري سواء للعبور أو الهبوط بأي من المطارات المصرية دون أخذ التصريح اللازم لذلك، ويتم كشفها راديا ومتابعة الاتصال بها حتى هبوطها أو عبورها المجال الجوي المصري. ثانيا جميع العقوبات الخاصة بمخالفة قواعد النقل الجوي سواء المنصوص عليها بقانون الطيران المدني أو المنظمة العالمية للطيران المدني هي غرامات مالية فقط توقع على الطائرات المخالفة، وذلك ما تم اتخاذه من جانب وزارة الطيران المدني مع تفعيل الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة وفقا للقانون. وعلى الرغم من تبعية الطائرة للحكومة الأمريكية وما تعرف بطائرة دولة، والتأكد من أن رحلة العودة ستكون رحلة مدنية خاصة، فإن وزارة الطيران المدني لم تتوانى في اتخاذ كافة صلاحياتها من تفتيش الطائرة والتحقيق مع قائدها وعدم السماح للطاقم بالنزول من الطائرة وتوقيع أقصى عقوبة مقررة وفقا للقانون بسبب مخالفتها لقواعد النقل الجوي بنظام النقل. كافة الإجراءات
تم اتخاذها طبق الاحكام القانون المدني رقم 28 لسنة 81 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 وبما يتسق مع اتفاقيات وملاحق وقوانين المنظمة العالمية للطيران. وبالرغم من هذا اذا كان مجلسكم الموقر كسلطة تشريعية يرى ان قانون الطيران المدني الحالي غير رادع بالقدر الكافي فانه يمكن عرض هذا القانون على مجلسكم الموقر في خلال اللجان التشريعية المختصة. شكرا يا فندم.